اهلا بحضراتكم عوده من جديد لحلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. الحقيقه من الحاجات الحلوه جدا واللي اتكررت بشكل مرضي في الفتره الاخيره فكره ان احنا كل شويه نسمع ونشوف ونشهد استضافه مصر للعديد من الفعاليات الرياضيه المختلفه في مختلف الرياضات وفي مختلف الالعاب، ومش مجرد استضافه وتمر البطوله مرور الكرام، لا، غالبا بتنتهي باستحسان كبير جدا من كل الحاضرين وكل المتابعين وكل المعنيين بالشان الرياضي. كمان من ضمن هذه يعني المحافل اللي تمت استضافتها في مصر في الفتره الاخيره الحقيقه بطولات ليها علاقه بعالم السلاح. لسه من كام يوم مخلصين تنظيم بطوله، وبنستعد لتنظيم بطوله العالم كمان في يونيو القادم ان شاء الله، وطبعا ده شيء رائع جدا. هنتكلم عن كل التفاصيل دي مع الاستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح وايضا نائب رئيس الاتحاد الدولي. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم، منورنا اكيد. وخلينا نبدا كده يعني بدايه نعرف اخر بطوله احنا نظمناها وكمان الفئات اللي شاركت فيها، يعني ناخد زي ما بتقال كده صوره عامه في البدايه وبعد كده نخش طبعا في التفاصيل. طيب لو حبينا نتكلم عن البطولات اللي استضافتها مصر في سنه 2022، احنا استضفنا بطولتين في شهر فبراير. استضفنا بطوله كاس العالم في سلاح الشيش رجال، ودي من ضمن البطولات اللي الاتحاد الدولي بينظمها وبيبقى عليها نقاط. النقاط دي بتتحسب في التصنيف العالمي اللي على اساسه بيتم التاهيل للاعبي المبارزه لدوره اولمبيه ان شاء الله باريس 2024. ثم الشهر اللي فات استضفنا الجراند بري، دي بطوله جائزه كبرى في سلاح سيف المبارزه، دي اول مره كانت تقام في مصر للرجال والسيدات، وبرضه دي من ضمن البطولات المؤهله للرانك الدولي اللي بيأهل برضه في نهايته باريس 2024. طب احنا طوكيو 2020؟ طوكيو 2020 احنا اشتركنا، كانت بعثه السلاح هي اكبر بعثه في الالعاب الفرديه، اشتركنا ب 15 لاعب ولاعيبه. الحمد لله احنا خطتنا في اتحاد السلاح احنا ابتدينا نعتمد الفتره اللي فاتت على الناشئين. لعبنا في دوره طوكيو بمجموعه كبيره من الناشئين، والحمد لله كانت نتائجنا متميزه، حصلنا على المركز الخامس والسادس والسابع، ودول ان شاء الله نفس اللعيبه هيلعبوا باريس وان شاء الله متوقع ليهم. عايزين ان احسن بقى يعني أكيد. يعني هوبفلي ان شاء الله تبقى النتائج افضل. الجود نيوز اللي احنا عندنا النهارده المصنفين الاول على العالم في الناشئين في سلاح سيف المبارزه وفي سلاح السيف، ودي اول مره في تاريخ مصر بتتصدر التصنيف العالمي، وان شاء الله في خلال السنتين الجايين يكون عندنا الناشئين دول احتكوا بصوره افضل ويكون هم مصنفين اول العالم في مرحله العموم ان شاء الله. جميل. طيب هستاذن حضرتك في حاجه، يعني اكيد هنكمل كلامنا طبعا في البطولات اللي مصر استضافتها وفي وضعنا عالميا في الرياضه دي، بس هستاذن حضرتك تعالى نعرف الناس مبدئيا بتفاصيل هذه الرياضه، لان يمكن مش كل الناس عارفه مثلا هي فئات مختلفه ولا هي نوع واحد ولا بتبقى ماشيه ازاي الدنيا فيها. رياضه السلاح هي رياضه بتنقسم لثلاث انواع، سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزه وسلاح السيف، وكل نوع بيختلف عن النوع الثاني في التارجت اللي المفروض ان اللاعب يعني يحط فيه لمسه فتتحسب له. سلاح الشيش بيبقى اللمسات المحسوبه في الصدر والظهر من غير الدماغ والايدين، وبيبقى اللاعب متوصل بكابل، كل اللاعبين متوصلين باسلاك لجهاز والتحكيم في السلاح تحكيم الكتروني. وبالمناسبه السلاح هو اول لعبه دخل فيها تقنيه الفار من اكتر من 12 13 سنة. وعموما كيفيه احتساب النقاط، يعني هو بيبقى على حد ما انا عارف ان بيبقى طرف السلاح او السلاح نفسه بيلمس اماكن معينه متوصله، بيبقى في حاجه معينه اللعيبه لابسينها متوصله باجهزه استشعار كهربائيه حاجه كده، صح؟ صحيح. ده سلاح الشيش اللي حضرتك بتتكلم عليه. أوكي. سلاح سيف المبارزه هو برضو بنفس البوانتا بتاعه السيف اللي اللعيبه بيمسكوه، بتلمس اي جزء في الجسم من الماسك لحد القدمين، وبرضه لازم اللمسه تيجي بالبوانتا اللي هي تبقى، بس طبعا مع مراعاه التامين اكيد. يعني هي لعبه مؤمنه جدا، الماسكات وكل الحاجات دي بتبقى يعني يعني مؤمنه تماما يعني. طبعاً. في السلاح الاخر اللي هو سلاح السيف اللي هو اشبه بالتحطيب المصري. ده مش لازم تيجي بمقدمه السيف، ممكن يجي بالعرض، يعني بتخبط باي جزء من السيف تحتسب هنا اللمسه، ده سلاح السيف. بس بشكل تنافسي برضو مش استعراضي. لا، ما فيش استعراض. هو شكل تنافسي تماما، والسلاح هي من الالعاب اللي هي من اول ما دخلت الاولمبياد من الالعاب العريقه جدا. وبرضو في معلومه نحب نقولها، ان اول لاعب مصري شارك في اولمبياد في تاريخ مصر كان لعيب سلاح. كانت البعثه هي عباره عن شخص واحد كان بيلعب سلاح، هو احمد حسنين باشا، كان رئيس الديوان الملكي. بيلعب مين؟
لا واحد مصري كان بيلعب بقى الاجانب. أوكي. لكن هي بعثه مصر كانت واحد، هو رفع العلم ولعب سلاح ورجع، فدي كانت اول مره. وحصل على ايه ولا لا؟ ما كسبش يعني، ما كانش فيه نتائج. السلاح في تاريخه الاولمبي جبنا ميداليه اولمبيه واحده، كانت سنة ايه 2000، كانت سنه 12 في لندن. فضيه ولا كانت فضيه؟ سنه 12 2012. اوكي 12 كان لسه الاولمبياد ما اتلعبتش. سنة 12 يا كريم، ازاي السؤال؟ لا انا جت في دماغي 1912، انا ممكن راح لابعد من كده. لا هي 2012 كانت في لندن، وجابها البطل المصري علاء ابو القاسم. اوكي. السلاح الثلاث انواع دول بينقسموا بقى لرجال وسيدات، يعني الرجال بيلعبوا الثلاث انواع دول، والسيدات بيلعبوا نفس الثلاث انواع. يعني السلاح مقسم للجندر، يعني رجال وسيدات، وما فيش اوزان، يعني أوكي. كله بيلعب مع بعضه صغير، وكل واحد ولياقته بقى، كل واحد ولياقته، كل واحد وال يعني سرعه رد الفعل والاستجابه بتاعته. يعني ممكن رجال وسيدات يبرزوا بعض عادي؟ لا الرجال ينافسوا الرجال. طب ما هو ده سؤال ليه بقى؟ يعني هل الرياضات اللي فيها اختلاف شويه بيبقى فيها يعني الاعتماد على القوه البدنيه، ربما معهم حق جدا ما ينفعش، ولكن لو في قدرات ذهنيه اعتقد ما فيهاش اختلاف ابدا، يعني دي ما فيهاش كلام بقى، فليه لا؟ لا هي في اختلاف طبعا، هي رياضه ذهنيه في المقام الاول، لكنها تعتمد على اللياقه البدنيه وعلى قوه التحمل وعلى سرعه الاستجابه ورد الفعل. قوه التحمل؟ اوكي. يعني انت بتلعبي ماتش 9 دقائق، كل 3 دقائق بتلعبيهم ورا بعض من غير اي راحه بينيه، وبترتاحي دقيقه وتكملي، لا هيبقى في مشكله كبيره، هيبقى في يعني اتس نوت فير ان الرجاله بقوه. نوت فير ليكوا بقى مش نوت فير. اكيد دي اكيد مش من مصلحتنا يا فندم ان الكلام ده يحصل. هو من مصلحتهم ناحيه المكر، هم هيبقوا احنا السرعه اكثر دهاء والتركيز والذكاء، ممكن نقول ان هم السيدات اكثر دهاء من الرجال، لكن في القوه البدنيه لا يعني هيبقى صعب شويه. جميل. طب خلينا نرجع بقى للبطولات الدوليه اللي مصر بتستضيفها، واحنا اللي عارفينه ان شاء الله في القريب العاجل في يوليو الجاي ان شاء الله مصر هتنظم بطوله العالم للكبار. فمجرد ان هي بطوله عالم معناها ان ده حدث جلل في دنيا الرياضه. صحيح. ويستدعي ترتيبات كتير واستعدادات كتير. صحيح. ابتديتوا فيها ولا لسه؟ ابتدينا فيها من اكتر من سنه. البطوله ان شاء الله تقام من 15 يوليو ل 23 يوليو في مجمع صالات استاد القاهره الدولي، تحت رعايه معالي دوله رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. احنا كان لنا الشرف ان احنا نظمنا بطوله عام ناشئين السنة اللي فاتت 2021 مباشرة بعد بطولة العالم لكرة اليد، وكان بتكليف من الاتحاد الدولي بعد نجاح الدولة المصرية في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد ان هم يسندوا تنظيم بطولة العالم ناشئين السلاح المبارزة. النشاط اتوقف لمدة سنة ونص عشان البانداميك بتاع كوفيد، واول مرة رجع في مصر وطبقنا نفس الاجراءات الاحترازية اللي طبقت في بطولة العالم في الهاندبول، والسلاح رجع بعد هذه البطولة مباشرة. ففي ثقة شديدة جدا من الاتحاد الدولي في القدرات اللي مصر على تنظيم والبنية الرياضية التحتية لمصر، فتم إسناد بطولة العالم لينا إن شاء الله في شهر يوليو القادم، وهي أكبر مستوى تنافسي في رياضة السلاح. تقام لأول مرة في مصر، تقام لأول مرة في أفريقيا، فالاستعدادات ليها الحقيقة يعني على قدم وساق، من مجموعة عمل كبيرة جدا من أكثر من وزارة وأكثر من هيئة، وإن شاء الله نأمل إن البطولة تطلع بالمستوى المأمول. العدد المتوقع فيها بيفوق ال 100 دولة، يعني لحد النهارده يعني اللونج ليست فيها 112 دولة. نتوقع ان هو مع قرب البطولة ممكن 5-6 دول يعني يتعذر ان هم يحضروا، لكن احنا بنتكلم بيجوا لاعبين افراد ولا بيبقى منتخبات؟ بعثات كاملة. رجال وسيدات، فاحنا بنتوقع المشاركة لو بنتكلم على الاعداد اللاعبين هيكون فوق 1000 لاعب ولاعبة، كلهم من المصنفين الاوائل على العالم. هي. بدون اي استثناء. هي. ثم المرافقين بقى كاداره وكاجهزه طبيه واجهزه فنيه، يعني بيبقى العدد اللي هيجي من خارج مصر بحدود 1700 1800، يقابلهم حوالي 1000 1200 من مصر من منظمين وفولنتيرز ووافق. ان شاء الله بطوله كبيره، ونامل ان هي ان شاء الله تخرج بالمستوى اللي يليق بمصر باذن الله. انا عندي نقطه يعني مهمه جدا، اي بطوله زي دي وبتقام في مصر، بطوله عالميه، بطوله دوليه كبيره، وزي ما حضرتك قلت عدد دول كتير جدا، لازم يكون فيها تغطيه اعلاميه. انا ليه اصلا زي ما بيتقال كده اللي هي السياحه الرياضيه او الرياضه يعني او الاقتصاد القائم، او الفكره هنا ان انا بحاول ان انا امشي اقتصادي من ناحيه الرياضه، من حيث ان انا اجيب سياحه افضل، ان انا ارفع مصر في فرانك مختلف، فكل ده لازم يقابله
سوشيال ميديا ولازم يقابلوا ميديا وصحافة، هل ده هيبقى متوافر ولا لا؟ ومش بتكلم على الميديا المحلية، أنا بتكلم على العالمية. إن شاء الله هيكون متوافر، إن النهائيات بتاعة البطولة دي مذاعة على حوالي 7 قنوات دولية على الهواء بخلاف الأولمبيك تشانل. أوكي. فنتكلم من غير ما نقول أسماء، لا يعني بيج نيمز في عالم الإعلام عالميا في دول متقدمة جدا زي أمريكا وفرنسا وإيطاليا، دول بيذيعوا على الهواء مباشرة، نتيجة إن هم دول في بيبقى تنافس شديد جدا بينهم، فالبطولة بتتذاع على الهواء في القنوات بتاعتهم. وإحنا دلوقتي بصدد إجراءات التعاقد إن برضو قناة مصرية خدت الإذاعة الحصرية للبطولة، فإن شاء الله هيبقى فيه التغطية الإعلامية من ناحية التلفزيون يعني هتبقى كويسة جدا. بنتكلم بقى دلوقتي على السوشيال ميديا، ودي نقطة مهمة جدا حضرتك أثرت فيها، إن من ضمن تقييمات الاتحاد الدولي لنجاح البطولة هو الإعلام، بيخشوا بيعملوا عن طريق شركات متخصصة حجم التغطية ونسب المشاهدة ونسب المشاهدة طبعا. وفي شركات عالمية كبيرة جدا متخصصة في هذا الوضع، بتشوف الأويرنس بتاع البلد، هل الشعب عارف إن في بطولة دي ولا لأ، الفولورز في الميديا السوشيال ميديا بمختلف مسمياتها وصل نسب المشاهدة قد إيه، الحاجات دي كلها. فده من ضمن التقييمات اللي بيتم تقييم عليها نجاح البطولة، فدي من ضمن الحاجات اللي إحنا كاتحاد مصري مع اللجنة المنظمة واخدين بالنا منها. ولكن نرجع ونقول إن برضو رياضة السلاح مش من الرياضات المشهورة، مش من الرياضات اللي ليها إحنا نقدر متابعة. بقى ننقلها نقلة تانية، دي فرصة لينا إن إحنا نحرك هذا الكلام ل منطقة أفضل إن شاء الله. بص يا دكتور هقول لحضرتك حاجة، لسه يعني عندي سؤال بس هنفصل ونرجع، بس في نقطة تانية خاصة بكلام حضرتك. طيب هل أنا بقى كمصر هنا هستفيد من الناس اللي جاية لي دي، وإن أنا برضو أوريهم معالم سياحية مختلفة؟ ما أنا برضو ده كله في الأول وفي الآخر publicity زي ما بيتقال ليا، فهل في من جزء اللوجيستكس ناس هتبقى مسؤولة عن فكرة هنا بقى الخروجات والحاجات السياحية والمزارات دي، لأن كل صورة هتتحط دي برقم صحيح. يعني زي ما بيتقال. فاصل ونرجع نكمل مع دكتور عبد المنعم. دايما بنبقى عايزين او بنبقى منتظرين اي بطولة دولية تقام على ارضنا، ليه؟ لان ليها فوائد كتيرة جدا. من الفوائد دي ان انا ابتدي اعرف العالم اكتر، مش هقول اعرف العالم، اعرف العالم اكتر عن بلدي، وان انا عندي مزارات سياحية مختلفة وجو قد ايه حلو وغيره وغيره، او زي ما بتقال الى اخره. لما نيجي نتكلم هنا عن السلاح، ولما نيجي نتكلم ان احنا عندنا بطولة العالم للكبار اللي بتقام على اراضينا، وزي ما ضيفنا كان بيتحدث ان انت عندك اكتر من 100 دولة بتشارك، يبقى انا لازم استغل ده بقى بشكل يعني احترافي. هنعمل ده ازاي برضو يا دكتور؟ في لجنة متخصصة للسياحة الرياضية من ضمن اللجان المشكلة للبطولة. كويس. تم تحديد الأماكن اللي احنا عاملين عليها يعني دعوات للاتحاد الدولي ان يزوروها، ثم للدول المشاركة، ومش هننسى ان الدول المشاركة جايين معها صحفيين وفي مشجعين وفي أهالي. كويس. بيرافقوا البعثات المختلفة، فبالتالي احنا حددنا الأماكن اللي هم ممكن يروحوها، ونظمنا برامج سياحية بفلوس لهذه الوفود علشان لزيارتها. من ضمن المعالم طبعا هي المعالم الأثرية المصرية، سواء الأهرامات سواء القلعة سواء متحف الحضارات. وفي ما بعد البطولة برضو في باكجز معمولة للزيارات لشرم الشيخ والغردقة من ضمن اللجنة المنظمة، فده أمر احنا يعني منتبهين له، وتم إسناده لشركة وطنية، وهي الحقيقة بتحاول كل ما في استطاعتها ان هي تطلع بالجزء ده من ملف التنظيم بأفضل صورة ممكن. ده شيء كويس جدا، موضوع جميل. طيب يعني ما فيش شك ان يعني الرياضة دي بصفة خاصة زي مجموعة أخرى من الرياضات مظلومين كلهم لو جينا نقارن ما بينهم وبين كرة القدم فيما يتعلق بمسألة الجذب للمعلنين وللرعاة. اتقال في الفترة الأخيرة وصدرت تصريحات عن وزارة الشباب والرياضة مؤخرا بتؤكد على أن الوزارة هتدعم كل الاتحادات الرياضية المختلفة، ولا سيما طبعا الاتحاد المصري للسلاح. فالدعم اللي جاي من الوزارة هل هو بيكون كافي لتصنيع أبطال مستقبليين، لتدعيم أبطال واعدين، لإقامة فعاليات رياضية مختلفة، تجهيزات لاستضافة بطولات إلى آخره، ولا بيكون في فرق بين الدعم المتاح وبين المطلوب؟ سؤال مهم جدا، هقسمه لسؤالين. هبتدي بالجزء الخاص بالدعم المالي للدولة المصرية لصناعة الأبطال.
والمنافسه الاولمبيه. احنا دايما بنقول ان كل النتائج اللي احنا بنعملها خلال الاربع سنين اللي هي ما عدا الدوره الاولمبيه والدوره اللي بتلاقيها هو ده الاستعداد، دي المذاكره. الفاينل اكزام هو الدوره الاولمبيه. فنكسب قد ما نكسب بطولات عالم، بطولات افريقيا، بتصنيف عالمي، كل ده كويزز. نيجي للفاينل اكزام هو الدوره الاولمبيه. فهل الدوره الاولمبيه مصر عندنا مشاكل في الوقت الحالي للاعداد؟ الاجابه لا. الحقيقه الدوله موفره لنا الاموال اللازمه للاعداد، سواء بطريقه مباشره اللي هو الدعم الدوله للاتحادات، او بطريقه غير مباشره من خلال الرعاه. فما اقدرش انا اتكلم على اتحاد السلاح، ما اقدرش اقول ان انا عندي مشاكل ماديه تعيقني في تحقيق الاهداف المأموله في الدوره الاولمبيه وهي تحقيق الميداليات. فده بالنسبه لاعداد الابطال. بالنسبه لتنظيم البطولات، هي الحقيقه الدوله بتشيلها، يعني توجه عام في الدوله ان لما مصر تستضيف تطلع البطوله بتنظيم لائق بمصر. فبتتنظم كل البطولات اللي فاتت، كل اشادات في كل الالعاب. طب ده على صعيد البطولات، لان طبعا في الاخر هي على اسم البلد بالزهر. لكن انا بتكلم بالنسبه بقى للمعدات، انا بعيدا عن البطوله دي، انا بتكلم على تدعيم اللاعبين، يعني وخصوصا ان احنا بنتكلم ان دي رياضه برضو يعني مكلفة. يلزمها متطلبات خاصه مكلفة. ومش رخيصه بطبيعه الحال. كل المنتخب القومي احنا عندنا راعي، شركه امريكاني هي اللي بترعى الادوات للاتحاد، بقى لنا معاهم 5 سنين ومددنا لحد باريس 24. في بعد كده بنوك محليه كبيره ومؤسسات محليه كبيره بترعى الاتحاد، بترعى يعني بنقدم الخطه بتاعتنا وبنحصل على النيدز بتاعتنا، يعني احتياجاتنا الماليه. والحمد لله اقدر اقول بمنتهى الصراحه والوضوح، ما عندناش في اتحاد السلاح مشاكل ماديه تعيقنا عن تحقيق المستهدف. كويس جدا. طيب احنا فاضل لنا تقريبا دقيقتين، فخليني اروح مع حضرتك بقى للافتتاح والختام. منظمينه ازاي؟ في مفاجات مثلا مش عارفه تقولها لنا، بس خلينا نطمن. يعني احنا اسندنا لتنظيم البطوله لشركه برزنتيشن، هي اللي خدت تنظيم البطوله من الالف الياء، ومن ضمنها حفلتي الافتتاح والختام. هم الحقيقه يعني شركه محترفين جدا وبينظموا على اعلى مستوى، فكلنا ثقه في ان هم هينظموا حدث يليق باسم مصر. في اكتر من اوبشن قدامنا دلوقتي بالنسبه لحفله الافتتاح تحديدا، لسه ما انحسمناش هنروح في اي اتجاه، لكن هو في ثيم واحد اللي احنا واخدينه اللي هي اعتدنا عليه في مصر، هو مصر الفرعونيه مع الحضاره. يعني مش هنركن بس اللي على التاريخ اللي احنا كنا فرعنا واوا، لكن عايزين نعمل يعني الدمج ما بين احنا تاريخنا ايه وان شاء الله مستقبلنا عامل ازاي. حلو جدا، كل التوفيق ان شاء الله، يعني وحاجه هتسعدنا كلنا كمصريين طبعا ان شاء الله، وتطلع طليق فعلا بمصر، وعايزين بقى يعني ميداليات ويبقى لينا برضو جزء يعني ان شاء الله. كل التوفيق، وبنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا نورتنا النهارده، وان شاء الله نلتقي بقى على خير بعد انتهاء البطوله اللي احنا بنتكلم عنها دي، وان شاء الله كمان يكون في انجازات لطيفه نتكلم عنها باذن الله. شكرا شكرا لوجود حضرتك. هنطلع فاصل اخير يا حضرات ونرجع عشان ان شاء الله حضراتكم وتحديدا السيدات من حضراتكم بصفه خاصه، ارجوكم تابعوا الفقره اللي جايه. نهاوند هتتكلم مع الدكتوره دينا ابو السعود عن موضوع في منتهى الاهميه، دور الفيتامينز في تدعيم جمال المراه، واعتقد ده موضوع يهمنا. وانت مش هتمشي غير لما انا اخلص طبعا. المفروغ منه، بس هو بينبسط قوي لما يبقى في فقره هو مش طالع فيها. انا عايزاك والله في موضوع ما تمشيش غير لما اخلص الهواء. فاصل ونرجع نكمل.